أهلا وسهلا بكل مشاهدي منصة كوليس مع حلقة جديدة من برنامج ألو ليما ألو ليما. ألو عبد الله، بالبداية رح نبدأ هيدي الحلقة مع النقد اللي وجهه الممثل السوري عابد فهد لمسلسل ولاد بديعة، اللي يبدو أنه عم يحصد أعلى نسبة مشاهدة من بداية شهر رمضان المبارك. وسبق وحكينا بالتحليل النقدي والفني عن هذا العمل، ورح أحط لكم الرابط إذا فيكم تشوفوا الفيديو. عابد فهد قال أنه وتيرة العنف ربما التي عمل المسلسل على إيصالها كانت كبيرة، وقال أنه ما في بطل خير، ما في بطل عنده أخلاق، ما في جانب إيجابي من هذه الحياة موجود بمسلسل ولاد بديعة. تصريح عابد فهد عرضه لانتقادات من محبي ومتابعي هذا العمل، اللي قلنا أنه عم بيحقق أعلى نسبة مشاهدة في سوريا ولبنان والمحيط، وما قدروا يتقبلوا هيدا التصريح. بداية اللي قاله عابد فهد نوعا ما، خلونا نكون منطقيين، انا من محبي العمل وانا فعليا عم تابعه بشكل يومي وعم بنطر الحلقه لشوف شو ممكن تحمل احداث. رشا شربتجي عامله اخراج رائع جدا ومش جديد عليها هيدا النجاح. النص قوي، بيصور واقع سوريا بعد الحرب الاهليه المدمره، ومنشوف انتشار الفساد في كل القطاعات. نص رائع جدا ليامن الحجلي ولعلي وجيه، وايضا اداء مبدع وفوق العاده لعدد كبير من الممثلين والممثلات في هذا العمل، يعني تحديدا محمود نصر فينا نقول يمكن هيدا واحد من اهم ادواره، دور مختار الى جانب دوره بمسلسل الندم، يعني عامل دور عم بيلاقي فيه اشادات واسعه. لا شك انه محمود نصر من اهم الاسماء اللي برزت بهيدا الموسم الرمضاني. لكن اللي قاله عابد فهد رغم كل هذا النجاح نوعا ما منطقي. إذا بدنا نحكي بالأبطال الأربعة اللي هن ولاد بديعة، سامر إسماعيل، يامن الحجلي، سلافة معمار، إضافة إلى مختار اللي هو محمود نصر، هودي أربع أبطال متصدرين ساحة العمل، يعني أهم الصراعات الدرامية عم بتصير بيناتهم. ملاحظين الأربعة إنه منن خيرين؟ يعني نحن اعتدنا في العمل حتى لما بيكون في بطلين شريرين بيكون في بطل خير، بطل يعتمد المعيار الأخلاقي بتصرفاته بحياته بنظرته للحياة. نحن أمامنا أربع أبطال سيئين، أربع أبطال لا يعتمدون الأخلاق في كيفية حل مشاكلهم أو التعاطي مع الآخرين. لا شك أنه وتيرة العنف زادت بسوريا خلال الحرب، ولا شك أنه عدد الناس الجيدين أقل من عدد الناس السيئين في الحياة، لكن هذا لا يعني أنه ما في ناس جيدين، وهذا لا يعني أنه من بين أربع خمس أشخاص في شخص منيح أو شخص بعده بيلتزم القيم والمبادئ في الحياة. هيدا اللي قصدوا عابد فهد. وإذا نحن بدنا نتعمق شوي بالحديث حول هيدا المسلسل، بعيدا عن الصراعات الدرامية، بعيدا عن الأحداث المشوقة، بعيدا عن صورة المخرجة، لكن فعليا ما في إضاءة على عنصر جيد عنده مساحة كبيرة بالعمل. يعني حتى شخصية نظمي اللي هو مساحة ثانوية تقريبا، اللي هو كنا نشوفه من أفضل الشخصيات ومن أنبلهم، وتعرض لمكيدة من جمعة ومن الوفاة، منشوف انه لما بيتزوج زهور بيقول لها انه انا بالماضي فعلا كنت حشاش وكنت اسرق وكنت اتزعرن وكنت اعمل، يعني حتى الشخصيه الايجابيه او الجيده او الخلوقه اللي كانت بالمسلسل بينت انه بعد فتره انه لا، ماضي ما كان جيد هذا الشخص، كان مليء بالاخطاء، كان مليء بالاعمال الشرانيه والاعمال غير الاخلاقيه. شخصية أم جمعة اللي هي نادين خوري ممثلة سورية قديرة ربما كمان من أفضل الشخصيات، لكن مساحتها رغم اسمها الكبير لكن مساحتها كمان ثانوية بمحل من المحلات، منا محورية في هذا العمل. لا وجود لبطل خير عنده مساحة محورية في مسلسل ولاد بديعة. هيدا اللي قاله عابد فهد، وهيدا اللي بيقدر يفهمه كل حدا عم بيحضر هيدا المسلسل. وتيرة العنف كان مبالغ فيها لما شفنا مشهد شنق القطط، ولو تم هذا المشهد تصويره مع متخصصين. شفنا مشهد قتل جماعي لأفراد عصابة بقلب المسبح مثلا، بيتكهربوا أكثر من 20 شخص وعم بيتسبحوا.
شفنا مشهد دماء عم بينسال يعني شفنا عدة مشاهد فعلا كان فيها عنف مضاعف، لا شك أنه هذا موجود وهذا يحدث في سوريا وخارج سوريا أيضا بالآونة الأخيرة، لا شك أنه وتيرة الجريمة ارتفعت، لكن ما في فسحة إيجابية بمعنى أنه حدا رافع قيمة الأخلاق، رافع رسالة الخير وماشي وعم بيحارب الأشرار وبالنهاية رح ينتصر فآخذ قلوب الناس. والدليل أنه ما في حدا عنده إجماع، يعني مثلا ما منلاقي حدا أو مختار مثلا واقفين معه كل الناس، أو مثلا شاهين واقفين معه كل الناس، أو ياسين واقفين معه كل الناس. حتى الشخص اللي بيوقف مع مختار بالحلقة المقبلة بيقول لا، تبين أنه شخص غير صالح. فقدان العمل لشخص خير يعني فقدان العمل لوجه إيجابي بيقدر يعطينا نفس نحن وعم نحضر، وبيخلينا نتمسك برسالة أساسية وسامية هي أنه الخير بينتصر قد ما كتر الشر في هذا العالم. شفنا عمل رائع، لكن شفنا عمل مليء بالشرور، وما أصعب الشرور عندما تكون بين الإخوة. هيدا اللي قاله عابد فهد وهيدا اللي عرضوا لانتقادات. ليه ما حبيت اشرح شوي عن العمل كرمال الناس يفهموا شو صار، او عن اي شرور عم نحكي، عن اي عدم وجود لوجه خير في هذا العمل، على عكس المسلسلات ليما اللي اعتدنا نشوف فيها بطل بيرفع راية الخير واخر بيرفع راية الشر، وبصير في صراع درامي بيناتهم، وبالنهاية المشاهد بيوقف مع الخير وبيدعمه. بهيدا العمل هيدا الشيء مفقود. بالبداية بدي اسمع رأيك، هل وتيرة العنف كانت مبالغ فيها حسب الوصف أو الوصف اللي أنا قلته؟ والسؤال الثاني اللي بدي وجهه لإلك، هل يحق لممثل أن يقيم عملا آخر؟ هل يحق لممثل أن يقيم ممثلا آخرا في مهنته أو لا؟ طولنا عليك بالشكل. خليني بداية أحكي بالنسبة لوطننا العربي. نحن وطننا العربي بحالة من التوتر الشديد، وبما أنه نحن عايشين توتر فوق الاحتمال وفوق التصور وشيء فظيع جدا، إذا هيدي كلها رح تعمل داخلنا ترسبات. الترسبات هيدي مع الوقت رح تزيد. الأطفال اللي عم يجوا على الدنيا عم يأخذوا ترسبات هيدي وعم بتكون داخلهم. هلأ نحن لما عم نطلع، هي الدراما عادة شو؟ الدراما هي عم تعكس الشيء اللي نحن عايشينه. شو كيف عايشين نحن؟ عايشين خوف، عايشين مش عارفين بكرة شو رح يكون. أولادنا تعودوا على الصور الدم، على صور القتل، على صور المجاعة، على صور صار عنا حتى سواء كبار وصغار صار عنا المشهد عادي جدا، لدرجة إنه بلشت الدراما تصور لنا المشاهد اللي عم بيعيشوها أطفالنا واللي عم نعيشها نحنا، سواء عم نشوفها قدامنا حقيقية أو عم نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عم شوفها على التلفزيون، فنحن عم نعيشها يوميا. هيدي عم تنعكس بالدراما اللي عم نشوفها. شو يعني؟ معناتها هيدا شيء مؤشر خطير جدا انه المجتمعات العربية بلش يروح منها اللي شيء اسمه القيم الإنسانية. مشان هيك انا دايما بقول لك عبد الله انه القيمة الإنسان العربي ما بقى عنده القيمة الكبيرة هيدي، صار مجرد رقم. يعني ما في عنا عناية فيه بالصحة، بالسلامة، بحياته، بدراسته، بكل شيء. نحنا منحس بأوطاننا إننا مهددين ومش مرتاحين. فهيدا اللي عم نشوفه حاليا بالدراما، واللي عم بتقلي انه فعلا انه فوق يعني تخطت الخط الاحمر وتخطت كل شيء فعلا، لانه هيدي الحقيقه اللي نحن عايشينها.
بالنسبة لبعض المشاهد اللي صارت انه كانوا هن ماسكين قطط او شيء وعم بيحاولوا انه يخنقوهم، وكان المشهد كمان بالنسبة لاطفال عم بيمارسوا هالشيء، فعلا يعني مناظر مش حلوة ابدا. بس انا بدي اسألك، هل نحن عندنا بالوطن العربي جمعيات للرفق بالحيوان؟ رح تقلي ايه، بس شو رح تقلي؟ رح بينعدوا على بمساحة الاصابع، محدودة. صح ولا أنا صح غلطانة؟ صح هل عنا مثل ممثلات أو فنانات أو فنانين مثل بريجيت باردو بالوطن العربي بيخافوا على الحيوان وبيديروا بالهم على الحيوان وبيتصدقوا على الحيوان؟ ما عنا هالشي هيدا. إذا إحنا ما عنا قيمة للإنسان بيكون عنا قيمة للحيوان؟ ريما، يعني مجمل هيدا الكلام العمل كله افتقد. المسلسل هيدا عم بيعملنا، عم يعكس لنا واقع نحن عم نعيشه، عم بيورجينا اياه. بس انا كنت افضل لو كان هيدا المسلسل اعطانا مشاهد ما تكون عنيفة وبشعة وما سوى بس الصورة لهالدرجة، هيدا الواقع واعطانا حلول هو واعطانا عم بيعطي حلول، افكار بس هيدا جديدة الواقع نقدر نتخطى صعب. ليما، هو عم بيعطي حلول بس هيدا الواقع، عم بيصير في هيك جرم يعني في بس مجتمعاتنا. أنا ما شفت حلول، أنا شفت أشرار وعم بيحاولوا يسوقوا المشهد. يمكن المسلسل بالنسبة لإلكم إنه حلو كتير وعم بيعطي، عم يعكس، بس ما عم يعطيني الأشياء أو الحلول يلي أنا رح تريحني كمواطن عربي. طيب وبالنسبة ليه ما في وبالنسبة لو عنصر خير في العمل؟ يعني نحن اعتدنا على تركيبة درامية، بطل خير، بطل سيء، بطلة خيرة وبطلة بتغار منها، بتحقد عليها، بتحاربها. اليوم شفنا 4 أبطال سيئين عم بيحاربوا بعض بكل أساليب خالية تماما من الأخلاق اللي حكيتي عنها. ما شفنا بطل حامل رسالة خير بيعطينا، بيبعث فينا الأمل إنه بالنهاية الخير حينتصر. لا، عم يورجيك انه الشر اكثر من الخير، ولحتى الخير يتغلب على الشر رح يكون كتير صعب. عم بيورجيك الصورة اللي قدامك قد ايه الحياة اللي احنا عايشينها هلا هي معضلة، هيدا اللي عم بيورجيك اياه. انا كنت افضل انه ما يحط اليأس اكثر ما هو موجود بقلوبنا. الدراما بتعكس حقيقة، بس هي وعم تعكس الحقيقة خليها تعطينا شوي أمل، لأنه دايما حتى المريض بالترمينال لما بيكون بآخر مراحل حياته يلي بيقولوا له خلص انت ما بقى لك علاج، دايما بيعطوه، بيضلوا أهله اللي حواليه بيعطوه أمل، بيقولوا له لا أكيد رح يصير شيء منيح، صدقني حيصير شيء منيح، رح تتحسن، رح تصير أفضل. فدايما بتعطي الأمل للي قدامك. يعني يمكن لو هن أعطوا بصيص من الأمل لإلنا يمكن كنا طلعنا بشوية إيجابية. وأنا بشارتك إنه كل إنسان كان عم بيشاهد او عم بيشاهد هالمسلسل هيدا، لما بيخلص المسلسل لو بتشوف قد ايه نفسيته رح تكون تعبانه. بتعرف قد ايه الافلام والمسلسلات بتاثر على المشاهد؟ طبعا اللاوعي بتأثر على وعيه. نفس ألو؟ بتاثر إيه. بتأثر كتير. فكل ما كنت حطيت إيجابية وحاولت إنك تخفف من المشاهد العنيفة والبشعة، كل ما كان الشيء أفضل وأجمل. طبعا بالمشاهد العنيفة عادة شو بحطوا لك أول شيء؟ بحطوا لك مثل كلمات بتقلك انه notifying دير message بالك انه ما بالمشاهد في عنف، 18 بلس فاذا اشي. كان عمرك اقل من 13 سنه او 17 سنه انه ما تتفرج على هالمشاهد هيدي. ليش؟ لانها بتاثر على نفسيتك. فنحن ليما يا ريت نستضيف بحق طبيب نفسي ايه نساله انه مدى
بشاعة المشاهد اللي عم تنشاف بالمسلسلات وتأثيرها السلبي على نفسية المشاهد. نعم لنفترض انه الطفل اللي عم بيشوف المشهد أكيد ما صعب. بتتخيل انه لما يروح على المدرسة رح يطبق المشهد، او ممكن ليما انه عابد فهد بحق له ينتقد ممثل، بحق له ينتقد ممثل آخر، أو هو نازل بمسلسل برمضان نقطة انتهى، بحق له ينتقد مسلسل آخر هو عنده مسلسل. رح جاوبك على السؤال، بس رح اقول لك شغله، وفي اطفال وفي مراهقين وفي شباب ممكن انه يتقمصوا الشخصيات هيدي، ياخذوا الشخصيات هيدي وتصير جزء من حياتهم ويطبقوا الشيء هيدا. كل ما بتكون عايش ببلد فيها مشاكل اقتصادية سياسية اجتماعية، كل ما بيرتفع فيها نسبة الجريمة. وانت لما عم تعرض الاشياء الامور هيدي على التلفزيون قدام الرأي العام قدام العالم كله، شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ عم ياخذوا كل الافكار اللي موجودة، وبما انه هن عايشين مأساة ممكن يتقمصوا الشخصيات هيدي ويعيشوا المأساة بالحقيقة. هلا بالنسبة للنقد، كل إنسان بحق له ينقد، ما في حدا ما بحق له ينقد. النقد جائز، بس التنمر وتقليل القيمة مش جائز أبدا، ما بيصير، عيب. أما أنت تنقد عمل معين وتقول إنه هذا العمل في أخطاء أو في أمور مش محببة، عكس، أنا أرحب بالنقد. طيب عابد فهد بحق له ينتقد؟ نعم، كل إنسان بحق له بس هو ينتقد، مش بس ممثل عبد، زميل، كل يعني إنسان زميل، بحق. يعني انت نازله بعمل وزميلك نازل بعمل بذات الموسم في منافسه، بحق لك تنتقد والعمل بعده عم بينعرض؟ بحق لك تنتقد بأي وقت طالما النقد بناء، طالما النقد مش عم يجرح، طالما النقد عم بيوصل للعالم عم بيسمعوه، عم يوصل للي عم بيبقى عم بيمثلوا واللي عم بيعملوا المسلسل هذا، في أي مشكلة طالما هو لا يسيء لأحد ولا عم بيقلل قيمة أحد ولا عم بيعمل أي، ما عم بيجرح أي إنسان، عم بينقش العمل، ما في أي مشكلة أبدا أبدا. طيب رح ننتقل معك لموضوع آخر له علاقة بيوم الجمعة العظيم. وما نحن له من علاقة، بس يا تفضلي. عبد الله ما له، النقد ما له علاقة بالمنافسة، النقد ما له علاقة لا، في نظرية بالمنافسة لأنه أبدا. بتقول أنه ممكن لا إنه يحق، يكون عمله يعني مش كتير منيح، عمله أفضل، بس هو شاف شيء معين ما بده بعرف، ينقد، ما فيها شيء، هي وجهة النقد جائز نظر لكل يعني. العالم. ايه يعني انا مثلا انا ما بنتقد صحافي اخر على سبيل المثال، في نظرية تقول انه مغني لا بنتقد ينتقد العمل، مغني. ايه هناك فرق، هناك فرق انك تنتقد العمل او تنتقد الاشخاص. هو انتقد العمل، هو ما انتقد التمثيل، انتقد العمل. على كل حال نحن اختصارا للوقت رح ننتقل لموضوع له علاقة بالجمعة العظيمة. طبعا نحن منقول كل مشاعر الاحترام والتقدير لكل المنتمين إلى الطوائف المسيحية بمناسبة يوم الجمعة العظيمة اليوم، رغم هذه المناسبة المقدسة عند المسيحيين. لما شفنا بعض التعليقات من بعض الناس اللي كانت ما إلها داعي، بمعنى أنه تشوش، يعني تحاول أن تصور صورة غير حقيقية عن الإسلام الحنيف الحقيقي، بمعنى أنه ما في احترام لهذه العقائد، ما في احترام لفنان مسيحي عم بيكتب عبارة هو حب يعبر عن مدى إيمانه بهذه المناسبة الدينية. منلاقي معلقين أنه عم بيحاولوا يصوروه على أنه شخص غير مؤمن، شخص مزيف، شخص مع عقائده غير صحيحة. شفنا هالنوعية من التعليقات مش بس هالسنة، كل سنة عم نشوفها، وللأسف سنة بعد سنة ما عم بتخف وتيرتها ولا عددها عم بخف. شو تعقيبك على هيدي الظاهرة؟ طبعا نحن ما عندنا تقبل للآخر، هيدي مشكلتنا الأساسية.
لازم نتقبل الآخر سواء بحسناته أو سيئاته. كل واحد فينا بيفكر إنه هو اللي بيفهم، هو الأفضل، هو الأحسن، أفكاره اللي عم بيقولها هي اللي لازم تنسمع، ما خصه بالتاني، ما بيعطيه مجال لحتى يقدر يفهم منه شو فكرته، لأنه مش متقبله. وهو نحن دايما بناخد كلمة ونصدر حكم على الشخص بناء على اللي شفناه، نحن بس نحن مش فاهمين. طلع شخص وعبر عن فكرة معينة بتريحه لشخص، بحس انه براحه نفسيه. دائما بنشوف تنمر بطريقه قبيحه جدا. ما بنحاول نعرف او نحترم الفكر اللي قدامنا او الشخص كيف عم بيعبر، ما بنحترم ابدا، لانه لا نتقبل الاخر، وهيدي مشكله كبيره. حتى لو كان لنفترض الكلام غير منطقي، ما عم بيقول شيء هن ما بيقدروا يقبلوه، بيقولوا يعني كيف عم بيقول هيك، هل عم بيصغر الشيء او هل هو عم بيحاول يستصغر عقولنا او لا، ما انتم فهموا الصوره كامله وبعدين بعدين تقدروا تتحاوروا. وفي شيء اسمه نقاش، حوار، في كلمات حلوة بنقدر نستفسر إلا طب ليش أنت مثلا قلت هالجملة هاي، أنت شو قصدك فيها، فهمينا. نحترم الآخر، كتير مهم أنه نحترم الآخر. مشكلتنا الأساسية اللي لازم نخلص من أنه ما نعتقد أنه نحن اللي منفهم والشخص الثاني لا، معتقداتنا صح ومعتقد الآخر لا، حكينا صح والآخر لا. لا، أنتوا لازم تحترموا الشخص المقابل مثل ما بتحترموا نفسكم وبتحترموا الجميع. فهيدي لازم تكون عمموا ثقافة تقبل الآخر. هيدا واجب على الجميع، لازم، لأنه نحن لازم يكون عنا تعددية ثقافية، تعددية فكرية، ولازم نحترم الآخرين. طبعاً، وتحديداً لأنه الإسلام هو أول من دعا إلى هذه التعددية وإلى احترام بالضبط. الآخر. نعم. طبعاً إحنا لازم نتعايش مع الجميع، لازم نفهم الجميع، كل واحد عنده فكر مختلف عن الآخر، مش لأنه أنت فكرك مختلف عني يعني أنا بكرهك وأنت مش منيح وأنا انعادوا منيحة، إلى لا، التعاليم ما في شيء الإسلامية اسمه، الصحيحة، ما في شيء. كل ما يفعلونه لا يمثل هذه التعاليم الحقيقية لكم والنابعة عن دينكم حب ولي وعن ديني، كل تسامح. إنسان عنده فكر، كل إنسان عنده طريقة. وبين على فكرة التنمر واستصغار العالم وعدم إعطاء قيمة للعالم، وهذا كله رب بدك هلا العالمين عم فكر معك انه ايه يحاسب العالم عليه، ما بيصير. هو لما عم لازم يكتب نحترم. هيدا التعليق، يعني هو ما عم بيعمل شيء، يعني فعليا هو ما عم بيقنع هيدا الفنان اللي كتب انه يغير ديانته او معتقداته. يعني هو هيدا الفنان اذا قرأ تعليقه مش حيغير معتقداته، يعني شو استفاد من كتابة التعليق؟ أبدا، لا، هي يعني هن عم بيعبروا عن نفسهم عن مدى إيمانهم، وطريقة الطرح عم بيقولوها على شكل قصة، وعم بتحاول توصل للناس قد ايه هي مؤمنة. فممكن تكون عبارة عن أسئلة، ممكن يكون عبارة عن استفسار، بس مش ضروري إنك تصغر الإنسان اللي قدامك. هيدا عيب، ما بيصير. حتى الأديان كلها لا تقبل الأشياء هذه، لا تقبل، ما بيصير. احترموا، احنا ما بقى خلصنا من مرحلة البشر، نحن تأنسنا، صرنا إنسان، والإنسان عنده قيم، عنده مبادئ، عنده أخلاق. حتى لو الإنسان اللي قدامك عم بيسيء لإلك، لازم تحسن الرد لحتى تعرف تحطه بمكان صح. كلامكم اللي بيكتب للأسف البعض منكم كتير سيء وقبيح وبشع، عندكم إساءة. بعرف إنه إحنا عايشين بوطن متكهرب ومشاكل كتير وعنا مشاكل نفسية كتير، بس منحاول نتخطى الأمور هيدي، منحاول.
واللي لفت انتباهي كمان فيديو النجمة التركية فهرية أفجان اللي تعرضت لهجوم من بعض الملتزمين دينيا جدا في تركيا، بيشكلوا حوالي 30% من الشعب التركي رغم انه النظام علماني واسسه اتاتورك من 100 سنة. شفنا فيه هجوم على فهرية لانه نشرت فيديو اظهرها عم تشرب القهوة صباحا، يعني هي غير صائمة. لما نزلنا ليما الفيديو على صفحاتنا بكوليس لقينا بعض الناس كمان عم بيشاركوا الأتراك بهجومهم على فهرية. ما هيدي المشكلة، إنه ما في تقبل للآخر، ما في احترام للآخر، ما يعني كل واحد حر بتصرفاته، كل واحد حر بتصرفاته. رب العالمين ترى كل إنسان يتصرف، والله هو اللي بحاسب مش أنتو. الله ما حط أي حدا وصي بالأرض على الآخر، انتو مش اوصياء. كل واحد بيتصرف وكل واحد سيحاسب على عمله، وانتو لما عم بتسيئوا انتو رح تتحاسبوا على كل كلمة عم تكتبوها او عم بتقولوها، وهي اذا عملت خطأ هي ستحاسب. انتو ما خصكم، انتو ما دخلكم، انتو مش محامي ولا وصي، ما خصكم، ما دخلكم. فأرجوكم ما تتدخلوا بخصوصيات العالم، كل إنسان حر بتصرفاته طالما هو لا يسيء لإلك. وبعدين في قانون، إذا في إساءة في قانون، روح خذ حقك بالقانون، مش ضروري نسيء لبعض. ليما بشكل مختصر، نحن حنعمل حلقة عن مسلسل 2024، بس بحب كمان لمرة جديدة أقول للمشاهدين إنه بعده هيدا المسلسل عم بحقق مراتب متقدمة بالترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو إنه عم بحقق حتى نسبة مشاهدة مرتفعة. اسم البطلة نادين نسيب نجام بالمرتبة الأولى ب6 دول، في إشادات كتير كبيرة للممثلة القديرة كارمن لبوس بدور رسمية، عاملة شخصية صنعتها من الصفر بطريقة الممثلين العظماء اللي بيبتكروا هيك حالة خاصة بكل شخصية، والمخرج فيليب أسمر اللي لطالما ساهم بإيصال التفاصيل المرئية كواقع أمامنا، لدرجة إنه الكاتب ما بيتعذب إذا اشتغل مع هذا المخرج لأنه بيبقى مطمن إنه رسائله كلها حتوصل عبر عدسته. المسلسل أنت تابعتيه لي، ما إذا فينا نعطي هيك رأي مختصر حول الانطلاقة، يعني انطلاقة المسلسل كيف كانت؟ كانت موفقة أو غير موفقة؟ أنا رح أقول لك بالنسبة نادين، نادين واحدة من المبدعات. أنا بشوفها لما عم شوف مسلسلاتها بحس حالي أنا جوا معها، أنا عم بعيش كل لحظة معها. فأنا بدي أقول إنك مبدعة نادين، ما تخلي ولا شيء يوقفك، كفي طريقك. الشيء اللي عم تعمليه عم تعمليه رائع، أنا بشوفها بقمة الهرم، وبتمنى لك كل النجاح عن جد. لأنه أنا بحب إنه كل الممثلات يكون مستوى نادين، بحسها مدرسة، نادين مدرسة. بحسها لما بتبكي بتبكي معها، لما بتضحك بتضحك معها، لما بتكون زعلانة بتزعل معها، لما بكل الأحاسيس والمشاعر وكل شيء أنت معها العينين، يعني عم انا بتحب. هيدا الممثل، هيدا الممثل الصح اللي ياخدك معه بتمثل بكل بعيونها المشاعر. نادين، يعني وأنا أكثر مشهد. وحدة بالوطن العربي بتأثر هي نادين. هاي إشادة من نادين ليما، هاي مين قدك نادين؟ ليما يعني عن جد كتير صارمة بنقدها، أنا حتى ما لغة بقول العينين الحقيقة. ليما، لغة العينين نادين لما عرفت بخبر وفاة بيها وراحت زارته بالقبر، لما كانت بدها تخلص بنتها، عيونها اللي فيهم حزن حكيو، بتحكي بعيونها، برفرفة العيون، بفتحة العيون، عندها لغة بعيونها. أنت بيكفي إنك تشوف عيونها لتفهمي شو بدها تعطيكي بهيدا المشهد لو ما في حوار. سامحها كل شيء فيها روعة، كل شيء، ما فيها شيء. البنت يعني عم بتمثل بطريقة وكل رائعة سنة رائعة، كل مشيت سنة نظراتها كل شيء فيه. كل سنة نادين
اتهامات قبل العمل، هجوم قبل العمل، وبيكون الرد الحقيقي بالعمل وبنجاح العمل وبتصدر العمل. دايما بقول لنادين، انت مرايتك ومسلسلاتك هدول شهود عليك اتنين، انت رائعة وخليكي على طول هيك. لنادين، لكل صناع العمل، لكارمن، لكل الموجودين، محمد الأحمد يبدو عم بيلعب دور جميل. اشتقنا لقصي خولي اللي كان عامل إضافة تقيل كتير بمسلسل 2020. لكل صناع هذا العمل بنقول لهم مبروك على هيدا النجاح، ولإلك بدي أقول لك شكرا على هيدا الحلقة الحلوة. ما تنسوا تتابعونا مشاهدي منصة كوليس عبر كل صفحاتنا الاجتماعية وعبر موقعنا الإلكتروني www.colismag.com. إلى اللقاء. كوليس ما بعد المشهد.